السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مدينتنا الجميلة مع مهندسينا الكرام يكملون بقية البيوت اللي بنيناها في الحلقة الماضية، وفي شوية غريضات كذا بسيطة انبنت من المود الجميل اللي هي موجودة في هذا المكان الميني بيلدينج، مهمة جدا جدا، بنيت من كل شيء موجود هنا حبة بحيث اني ارويكم. هو حرفيا صراحة شكله جدا صغير، والظاهر انا ما بنيته والله من قبل، بس الظاهر انه مثلا المستشفى ما راح تاخذ عدد كبير، المدرسة نفس الكلام، مكتوب up to 5 student يعني 5 طلاب يقدرون يدرسون في هذا المكان الصغير. شوفوا هذا ليش تكون البرد، وانا باني لهم بيوت هذه خشبية بس عليها شكل كذا كأنها حجري. مشكلة، هذه بداية الخريف لساعات البرد، شوف تحول الى اوتم اللي هو الخريف. يجيك اول شيء 3 مراحل الموسم، بدايته وبعدين الاسم الحالة يعني خريف، وبعدين يقول لك نهاية الخريف، بعدين بيقلب علي بداية الشتاء. فالظاهر من الخريف الاجواء مجرد ما تتعدل وهذا ليش تكون. لو لاحظتوا هنا اول ما بدينا اللعبة كانوا معطيني ملابس، فالملابس اللي هي موجودة هنا، وسامحوني اني ما كملتكم شرح باقي الامور، انشغلات في راسي كثير كنت اتكلم عليها. خلصنا الخشب والحجر والايرون اللي قلت لكم يستخدمونهم في بناء البيوت، هنا الحطب يحولون الخشب، لازم اوظف واحد يحول الخشب الى حطب يقصقص صغار بحيث انهم يشلونه لبيوتهم ويدفون فيه في الشتاء. ايوه الحين استوعبتنا، الجماعة يبون لهم حطاب. اتذكر اني بنيت واحد بس مني سكول مني فود ماركت مني هوسبيتال، لا والله ظاهر يا شباب ما بنيت، مع اني دخلت القائمة هذه عشانه انا مني فورستر، لا هذا الوركشوب بنيته وهذه بنيتها المدرسة، تقريبا هذا الود كتر ما ادري كيف طوفته او اني كنت بغيت ابني الكبير منه، بخليه جنب الستوك هذا ونوصل له شارع كنتري رود جديد. هذا الكنتري رود خلنا نشوفه، هذا من المود الازرق ان شاء الله ما انسى، هذا ديرت رود مختلف، على كل حال راح نشوفه بعد شوي. بالنسبة للسرعة اوكي ضرب 2. طيب هذا اللي جايبين السمك، السمك الموسم الواحد خلنا نشوف، في زر هنا تضغطه يطلع لك 600 سمكة 4 صيادين في الموسم الحالي او في السنة هذه، لسه ما خلصت السنة يعني تقريبا بيوصلون يمكن 800 الله العالم. انا يهمني هذا بعطيه اولوية انهم يخلصون لي اياه قبل يدخل علينا الشتاء، شكلهم بيعانون من البرد بس ان شاء الله انه ما حد يموت. هذا المبنى مهم جدا راح ارويكم فائدته، طبعا هو المفروض يكون شكل خرافي، مبنى كبير ماخذ مساحة لكن يقوم بالغرض، وهذه مميزات المود الكبيرة. هذا البيت وقفته عشان احافظ على موضوع التكاثر، الاكل اقل شيء ودي اوصله 5000 لين ما، او خلنا نقول 3000 لين ما ازود بيوت. الحطاب وينه؟ الحطاب خلنا نزيد بلدر بما ان اغراضه موجودة، خليهم 4 بلدرز وواحد ووركر لفترة مؤقتة. هذا راح اثبته هنا، والحلو في الموضوع عشان ما تنسى بعض البيوت ضروري انك تثبتها، مثلا تمسك هذا الهوسبيتال اسحب عليه، الميني سكول برضه مهم كذا يعني اذا ما ودك تنسى شغلات. المهم رصيت المباني هذه كلها على اليسار بحيث نشوف اللي خلص واللي ما خلص عشان لا نجلس نراقبه كل شوي. فيه تجاره، مبنى تجاره، هذا انا ما بنيته، مبنى تجاره المفروض انه يكون هنا. لو تلاحظون يا شباب الستون عندي مخلص لاني ما خليتهم يجمعونه، في ستون كثير في الماب اقدر اروح بدل احدد لهم كل شيء اصير احدد لهم بس الستون، انهم يجمعون بس الستون مثلا، هذا الكبير هو الستون، ولا ممكن يجمعون الايرون الحاله، عرفت تختار الشغله اللي تبغاها او الشجر يقصونها الحاله على حسب حاجتك. طيب هنا 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 في شويه ستون يروحون يجيبونه، خلنا نسرع الوقت حبتين لما تخلص المباني عندنا. تسريع الوقت ما انصح فيه ابدا اذا فعلا ودك يا اخي، مشغولين بالسمك الجماعه، اشوف الشعب كله بس دخل علينا الشتاء ياهو، والجماعه مثلجين يقول لك فود از لو. يا هنتر وش تسوي انت هنا؟ اوكي صايد لنا بس 200، 2 هنتر شكلي بخليهم 3، اوكي 3 هنترز في هذا المكان، ابغى اشوف انتاج زي الحلاوة. وحطيت جنبهم ستور ميني ستورج لسه ما خلص، في شيء غريب يا اخي ليه المباني هذه ما تخلص مش فاهم. يا باش مهندسين لا تستهبلون، رايحين جيبون لي الستون من هناك. طيب بكنسل الامر اللي اعطيتهم اياه، كنسل ريموفر، كنسلوا كل شيء، مش عاجبهم البيوت هذه معرف.
اخيرا قررت ايش اسمها ويخلص ال ايوه خلص حلوين، والسكول خلص حلو بعد ما حطيت ثلاث مهندسين. حبه 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 الحين شغلات عندنا كثره. الميني تاون برجع له بعد شوي. تيتشر واحد او مدرس واحد، عندي سبع طلاب يا اخي او سبع اطفال، خلنا بنوظفهم. بالنسبه للوود كتر هذا لسه ما خلص، الحين بيخلصونه. يا سلام كذا خلص. نوظف واحد وود كتر، ننقص من المهندسين، خلي واحد مهندس. جميل. الحين هذا بيضمن لي موضوع الحطب، كذا موضوع الحطب ان شاء الله نكون مخلصين منه. مثل ما تلاحظون ما اقدر اوظف الا واحد في هذه الاماكن الصغيرة، لكن اذا بنيت مدرسة مثلا بيصير اكثر معلم. الحطاب هذا بيصير اقدر احط اثنين ثلاثة اربعة. بس حبيت اني استعرض صراحة واشوف الشغلات في هذا المود. التاون هول اهم شغلة او اهم مبنى في اللعبة. حاليا يقول لي اني في السنة الاولى في فصل الشتاء عندي سبع بيوت وعندي ست عوائل و18 سيتيزن او مواطن من ضمن الست عوائل هذه. الحلو في الموضوع انه يقول لك عندك سبع بيوت ولكن ست عوائل، فانا عندي بيت زيادة اصلا. يمكن حاسب هذا دقيقة، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع، لا مش حاسب اللي لسه ما انبنى. فانا اوريدي مفروض عندي بيت فاضي. وين هذا البيت اللي فاضي؟ حلو هذا البيت الفاضي، هذا ساكن فيه واحد الحالة. الاجندرة تذكرونها الحلقة الأخيرة، هذه عمرها 12 انتقلت لحالها لأن في بيت فاضي ومنتظره واحد من الرجال يوصل عمره 10. هذا هو عمره 9. دارليان خاطبها الظاهر وبينتقلون مع بعض بعد ما يوصل عمره 10. ما في أحد هنا؟ لا ما في أحد. 9 مبروك. الهدايا يا شباب على البيبال تحت. طيب نكمل. الطلاب 0، الأطفال 7، الملابس 100% حاليا كلهم عندهم ملابس لأن فيه في الستور بداية اللعبة، لكن بعد شوي راح نعاني لازم نشوف لنا خياط. والصحة ناقصة شوي، مو بمشكلة. اللي يهمني أنا هنا، اللي يهمني السمك مثلا أو الأكل الفود بشكل عام. يقول لك في السنة إنتاجي 1700 واستخدامي 1200، كذا أعرف أن وضعي في السليم. فهذا المبنى جدا جدا مهم. في نقص عندنا في التدفئة، اهم شيء عندي ان هذا يا شباب لا ينقص عليكم، اللي هو التولز. التولز هذا الفاس اللي يمسكونه يوم توصيهم، فضروري جدا انك تسبق وتجيب الحداد تقريبا في هذه الاماكن. الحداد اللي هو اسمه البلاك سميث، هذه علامته، هذا هو هذا البلاك سميث. المبنى كبير وهو متطلباته بعد كثير، عندي اشكال كثير بسبب المود، ودي اجرب المني. ما عندي هذا، يقول لك وركشوب للتولز والفلوز، يعني الأسلحة بتاع كله يعني باختصار. والله يا المدينة هذه صغرتها كلها كذا، اللهم ظله ومشي الأمور يا طيب. خلنا نحطه وراء الخشاب لأنه بيستهلك مواد بعد من هنا، وبرضه نعطيها أولوية في أنهم من هنا. هنا المدرسة جاب الطلاب ولا واحد ستيودنت، عندي طالب واحد داخلين في بعض، انا على بالي بيجلسون ولا شيء. يلا المهم انه يتعلم. شوف عمره صار 10 لكن ما توظف وركر عامل كذا ينكرف، لا العلم يا شباب خلاه يدرس، ولكن بعدين يوم يشتغل مثلا اذا كان صياد راح يجيب اضعاف اللي يجيبونه اللي غير متعلمين. اذا حطيته في اي وظيفه راح يكون انتاجه متضاعف، وعشان كذا ضروري انك تركز في المدرسه من البدايه. الهوسبيتال ممكن اجله، اسوي له بوز عشان لا يشغل، والشابل هذا سوينا بوز، هذه كلها تجارب، هذه تزيد سعادتهم. تعال ميني ماين، الماركت بنيته، باقي آخر واحد اللي هو الماين. الماين هذا راح يتطلب ناس كثير عشان يستخرجون ويموتون عليك العمالة في الماين. الماين نصيحتي إنك ما تبدأ فيه عشان لا يموتون عمالك خصوصا كبداية. فجمع المصادر اللي موجودة عندك من الآيرون. الحمد لله إني بديت وفي آيرون كثير عندي. هذا يا شباب الايرون الخام، تحصل ايرون اوري تقريبا اسمه، ما هو بالايرون اللي على طول يستخدم في صنع الادوات هذه. ففي مبنى اذكر انه يا اخي تدفئه الغريب انه شوف يشيل لوج ويحوله الى الفاير وود. شوف فاير وود اربعه تنتج في كل شوي، مجرد ما تحطه الظاهر في الستوك يجون يشلونه بسبب ان البيوت عندي فاضيه. خلنا نشوف
اي والله على طول واحد يجي يشلهم كلهم، هذا 58 وهذا 61. اوكي يعني وضعهم في الشتاء الجاي ان شاء الله امورهم طيبه، وهذا الشتاء خلص عندنا، لحقوا على نهايته يدفون. رغم اني حاط 3 فيشر و3 هنترز الا ان استخدامنا قريب جدا من انتاجنا، في وظائف كثير لسه عندي. هوسبيتال هذا مزعجني بطيره. شوف الغزلان هذه وين هنتر منكم غزلان، بعدين تحسها كذا ما شاء الله مليانه. خلنا بسوي لي جسر في هذا المكان، والله هذه المنطقه مره قريبه واستغلها. افكر اخليها مزارع، هذه المنطقه تكون منطقه مزارع. في تيني روك كروسينج زي الصخور، يعني ما هو بجسر، صخور كذا يحطها على النهر الصغير هذا ويصيرون يمشون فيها. خلنا نجربه في هذا المكان ممكن يضبط. في مصدر اكل ثاني اللي هو العسل، هذا هو البين هوني سيكر، في انواع كثير ما شاء الله. هذا رهيب شكله صراحه. في واحد اتذكر اني كنت حطه تقريبا هذا فيليج بي، خليها جنب الستورج تبع الاكل، نحط واحد هنا واحد هنا ونعطيه اولويه، لان تركيزنا الحين في الاكل، ونصبر نصبر لما نضمن كذا رقم حلو. ما تقدر تقوم بكل شيء مره واحده، فاقل شيء تركيزي الحين في الاكل. منتظرين شويه اطفال يخلصون دراسه. شوفوا مثل ما قلت لكم داريليان تزوج، واصبروا عليه شوي كذا بيحطون تحت الجندره عيال ويصيرون وركرز وعندهم بيت فاضي هنا جديد لاي واحد ناوي على الزواج. احنا دائما جاهزين ونيسر عليهم الامور وندفع المهر. في حكم افضل من حكمي يا شباب؟ والله ما في. طيب الهود بروديوس هذا السنه الماضيه 1800 و1500، الحين السنه هذه 400 واستخدمنا 300. حلو قسم لي اياه. حلو ما في الا نسرع الوقت يا شباب، يلا خلصوا لي الورك شوب يا اخي قبل لا يخلصون التولز علي. باقي 20 واحد تولز، هذا اللي اخلص عليك مصيبه كارثه. يصير عندهم ادواتهم مكسره ويوم توصيهم يكسرون ياخذون ساعتين ما يقدرون، الصياد ما يقدر يصيد، الهنتر ما يقدر يصيد، تنحشر. فانتبه على موضوع التولز في البدايات. يقول لي ستون از لو، ينبهني يا اخي اعطيتكم امر انكم تجمعون الستون، وش اسوي لكم اكثر؟ في ستون هنا وهنا، الحين اني اروح اسوي لي مصانع تجيب لي الستون وتجيب لي الايرون بتحتاج عماله كثير، لكن اهم شيء اني اضبط وضعهم المعيشي، اكل، ملابس، تولز. فالورك شوب هذا خلص على طول يا حبيبي، خلنا نهدي اللعب شويه، نمسكه حداد واحد للمدينه. شوف عندك 3 انواع اللي او نوعين عفوا، وعنده الملابس باستخدام الجلد اللي يجيب لي اياها هنتر. الملابس ما تهمني كثر الادوات، فبركز على الادوات. الادوات هذا الورك شوب الصغير عنده نوعين، هذا ضعيف الرف وفي واحد افضل منه الايرون تول. الرف هذا بيستخدم لك الايرون اللي هو الخام كذا، اول ما يجيبه على طول يستخدمه. فيه مبنى راح ابنيه واخليه يصير صافي، ايرون صافي مع الخشب يصير سلاح اقوى ويستمر فتره اطول. المبنى هذا يا شباب سلمكم الله اسمه السمول ايرون سملتر، تيجون عند هذا وبعدين حداد. في اكثر مبنى يقوم بنفس الغرض فممكن يختلف عندكم الوضع، هذا هو المبنى مهم جدا في كبدايه. فهذا السملتر بس مشكلته تشوفون الدائره الحمراء اللي صارت، الظاهر انها تسبب ازعاج ومشاكل لاهل القريه. فوش رايكم نبعده شوي هنا نخليه مقابل المدينه. في ستوك بايل هنا لو تذكرون حطيته، فممكن نلزق فيه هذا. هذا المكان مناسب نعطيه اولويه عشان ننسى موضوع الادوات وانها تطول معاهم، تكون بدايه حلوه. الهنتر وش تصيد لنا يا هنتر؟ جاب لي 6 جلد او 12 جلد الموسم الماضي و200 لحم غزال وبورك الظاهر انه لحم خنزير. نجي للستورج وفي دكت ميت. الحلو في الموضوع هنتر يوم تحطه خلي الهنتر تبعك يكون قريب من مجرى المياه، لانه بيكون فيه بط وكذا فيصير فيه تنويع عندك. في ستورج صغير حطيته جنبك تستخدمه، والله انه فاضي. الظاهر انه توه خلص، غريب انه يضرب مشوار لين هنا ويحط الاكل يقربه من المدينه. طيب في اداه حلوه هذه، وينها؟ هذه يرويك مثلا الحين هنتر ودي اشوف وين ساكن، يقول لك يضرب هذا المشوار كله عشان بيته، عشان كذا انتاجك ضعيف. طيب بنيت بيت جنبك انا ولا لا؟ وين البيت اللي بنيت لك اياه يا بالحلال؟ هذا وشو مني قادر؟ لا اله الا الله، والله اني اذكر اني بنيت بيت، حتى اذكر انه كان شكله هذا،
يلا خذ لك بيت وش تبى؟ قل لي ما بنيت لك بعدين، خلك ساكن هناك. طبعا هو تلقائيا راح ينتقل الى هذا البيت، هذا البيت لسه ما حد سكن فيه. الفيشمان هذا اكيد انه ساكن في البيت القريب منه. نشيك، اوه عائلتين شغالة هنا، اربع اشخاص متوزعين في عائلتين. حلو، طيب خلنا نمسك البيوت نفسها. هذا ساكن فيه هذاك، وهذا ساكن فيه هنتر، بعد شوي بيروح، وهذا فاضي. اوه الهنترز هم اللي الجندرة، يعني هنتر اسمه دارليان، دارلي جاب بنت مولود جديد سريع سريع. مارا طبعا بتروح المدرسة، في اثنين طلاب حاليا يدرسون، او من سبع اطفال في اثنين يدرسون. حلو انك تتبع القرية وتعرف وين يمشون رايحين وين جايين. وهذا البيت يقول لك متوزعين بين مدرسة وبين حطابة. في ماركت بنيته بس لسه ما خلص في هذا المكان، المهندس عليه ضغط يشتكي لي. وين هو ايش يسوي؟ اوكي يبني البي هاوس، هذا برضه مهم جدا، مصدر اكل جديد. وهنا الجاذر هاوس بشغله مصدر اكل، بما ان قلنا بنركز على الاكل يعني نركز على الاكل، لا يشغلني او لا تشغلني شغلات ثانيه. هنا ضروري انك تخليه شغال الضوء هذا بعد ما توظف واحد قذره. وينه ما جاء؟ هذا هو، اعطيناه الوظيفه يجمع لنا. اوه الفورستر خشب بشكل غريب انه ما زال موجود عندي، والفورستر لسه مشتغل، يمكن لاني بنيت فورستر صغير. لا ما بنيت، راح اخليه شويه دام عندنا خشب كفايه شوي. وهذا البي يقول لي من اللي بيشتغل في تجميع العسل؟ يلا تكاثروا يا اخي، خلونا نقدم الوقت شوي، خليه ضرب خمسة. نشوف الاحصائيات التاون هول عندنا، انتاجنا كيف؟ 1800 900 الحين، انقص من مين؟ البلاك سميث، تعال البلاك سميث، وين البلاك سميث؟ انا بنيت مبنى هنا ولسه ما خلص، تدري ايش بخليه يصنع من الايرون العادي، هذا مو بشغال، يجمع موارد على ايش؟ سوى 10 ايرون تول، كيف سويتها يا صاحبي؟ اوكي استخدم الايرون اللي موجود. خلنا بنحط له ليمت، بنقول له مثلا عدد السكان عندنا 11 و7 18، خلنا نقول 20 او 30، سوي 30 ووقف، لا تخلص الايرون علينا، لان هذا مش المطور تقريبا، ولا هو كان يصنع المطور، والحين بقول له اصنع العادي لين ما نبني المباني الطيبة هذيك. مجرد ما توصل ليمت يا صاحبي اباك تشتغل وركر زي الوحش. القذر هذا استفهامات، كل مصادر الاكل استفهامات الحين عندي عشان لا انساها. المدرسة راح اوقفها عن العمل فترة لما نضبط عدد كويس من العمال، لأنه صراحة حشرة، يعني تضحية انك تنتظر وتدرس وبعدين يصير وركر يجيب لك ضعف الانتاج. فيا تيتشر بيض الله وجهك، تحول لي الى وركر زي الوحش. تسمع سوي نفسك مدرس وعمرك 19، الحين صار حمالي جاي ياخذ له خشب ورايح. خلنا نسوي له فولو، ما يمدينا نشوف شيء من الاشجار. وش تبني؟ هذا يجمع الستون مثل ما طلبت منهم. حلو الستون مخلص علي، وهذا وصل الليمت 50 اللي قلت له او 30، ويصير شوف 39 حاليا، ما راح يرجع يشتغل الا بعد ما ينقص من 30. حاليا يقلب وركر، يعني تقدر تحسبه 1 زائدا 4 اللي موجودين. شوف ما شاء الله زاد العدد، خلنا نشغلهم في الوظائف بعد ما يجمعون لنا الستون. خلنا نستثمرهم الوركر شوي، نسرع الوقت لما يجيبون الستون الكافي. وهذا البيت ما شاء الله سكنوا فيه، يزداد عندنا النمو، فنوقف هذا البيت فترة، والشتاء قرب علينا، وكل البيوت تقريبا عندهم التدفئة. فايرود هذا 53، وهذا 57، وهذا 10، وهذا 15، يعني فايرود ما هو بكافي تقريبا. وهذا وصل الليمت من الفايرود او الفيول 200، اثنينهم وصلوا الليمت وشغالين ووركر. على فكرة هذا الاثنين الوركر مش محسوبين هنا من الاربعة، فلازم انك تكون عارف ان حاليا 6 شغالين كوركر. خلنا نرفع له الليمت، نقول له وصل 500 وبعدين وقف. من صدق ما يحتاج يشغل الفورستر، ما شاء الله الخشب اللي عندي عمالي بينتفونه. بعدين يوم تفضل الاماكن من الاشجار هذيك الساعة احط الفورستر. جاني تنبيه يقول لي ستونز لو مرة ثانية، بسبب انهم خلصوا هذا المبنى السملتر اللي يحول لي الايرون، لكن يتطلب فيورنس فيول، وهذا الفيورنس فيول برضه نحتاج مصنع ثاني عشان نجيبه. اذكر انه علامة نيران، هذا هو سمول فيول، واحد بس يشتغل هنا، ولس افن ما ادري ايش، كل شيء سمول. خلينا نبتدي بالسمول سمول. هذا راح نرصه برضه في المكان هذا بعيد من دائرة البيوت. ستون عندي 44 حاليا، مسرع الوقت انا يرصون، ضرب 10
الجسر هذا خلص لي اياه ولا لا؟ خلينا نزيد واحد مهندس لان عليه ضغط الظاهر هذاك، خاطري اشوف الضغط اللي عليه. از وركينج، وركينج هنا عند الماركت. الماركت محتاج الى واحد يتوظف. ايش فائدة الماركت يا شباب؟ فائدة الماركت اني مجرد ما اوظف واحد فيه بيروح لجميع الستورج بارن زي هذا، جميع المخازن، ويجمع انواع الاكل ويقربها ويعرضها للسكان اللي قريبين منه. تلاحظون في دائرة صغيرة، فالسكان ما يروحون لهذا الستورج يجيبون مثلا حطب، ويروحون لهذا يجيبون من عند الهنتر مدري ايش كذا، يكون مكانهم كل شيء قريب من البيت في السوق، بقالة باختصار او سوبر ماركت كبير او مول اعتبروه. مهم جدا يصير المواطن ما يروح للمخازن، يصير يروح للسوق، فضروري نوظف واحد هنا. بتسألني بتقول من اللي جاب السمك هنا قبل توظف؟ طبعا هم نفسهم صيادين حطوه على طول دايركت فريش هنا، فبرضه يعتبرونه كمخزن لكن ما ياخذ يعني عدد كبير. وهنتر نفس الشيء يجي يحط في هذا المكان، ما ادري هو استخدم الستورج اللي عنده ما استخدمه. طيب انتقل الى البيت هذا، لسه ما بنوا له البيت فانتاجه بيكون ضعيف. يا باش مهندس عندنا أولوية هنا، شوف الحين الأكل صار 2100 إنتاجي واستهلاكي 1700، يعني صافي تقريبا 400، بس ما زال ازدياد عندنا بطيء شوي في موضوع الأكل. حلو باش مهندس خلصنا الجسر الجميل مجرد يعني حجار رصها تحت، والحين أقدر أعطيهم أمر ينظفون لي كل شيء موجود في هذا المنطقة. أوه شوف الغزلان كيف، كنسلت فكرة الهنتر عشان نحط مزارع هنا ويصير الشغل الصحيح من ناحية الأكل. المزارع شيء رهيب جدا. أوكي المهندس مشغول هنا خلص، الحين ممكن يجيونا تجار إلى هذا المكان ونصير نبيع لهم شغلات اللي ما نحتاجها، وكل واحد له قيمة طبعا، راح أرويكم مجرد ما يجي تاجر. لكن مبدئيا خلنا نرسل مثلا 20 فايرود اللي هو الحطب، والملابس عندي 7، خلنا نحول هذا يحط لنا ملابس. وش رايكم؟ بشوف بيشتكون من البرد ولا لا بعد ما تخلص الملابس. اتوقع البيوت كافيتهم مع الحطب، هذا شيء كمالي يعني احسه كذا، لكن الادوات اذكرها انها تبكي. الحين هذا الاثنين بيحتاجون خشب، او هذا المبنى خصوصا بيحتاج خشب بشكل كبير، وهذا الحاله صغير ما راح يكفي. الفايرود عندنا في المدينه كلها تقريبا خلنا نشوف 197، ابدا ما هو بكافي. خلينا نجيب واحد كبير علامة الفأس تقريبا، ايوه هذه فيول برودكشن صن. اوكي هذا هو، قربه ونسرع مشيهم في هذا المكان. بعدين نحط واحد يجيب لنا عسل، هذا نطفيه شوي. نشوف العمالة هنا وش جالسين يسوون، بدوا تكسير تقريبا 4 عمالة. خلينا نشوف المهندسين يبنون شيء، لا يكسرون او انه يبني الطريق. حتى الطريق تبنيه يا مهندس الا هو ضربتين يا رجال، الوركر المفروض يسويه. يلا ما عليه، عقبال ما نجيب الطابوق بعدين ونطوره. اوه لو تذكرون هذا الشارع كنا نجربه، شكله بايخ جدا والله. خلنا على اللي نعرفه. هذا الطفل وش جالس يسوي؟ جالس يشوف ابوه، اسمه زاكم واسم ابوه ايش؟ كونستانت، كونستانت او شيء كذا. هذا كونستانت وابوه زاكم. اي والله انه يجي يجي يشوف ابوه وش يشتغل. تفاصيل جديدة. وهذا الظاهر مع ابوه جالس يفرفر هنا. يا حبني لذا اللعبة يا الربع. المزارع ما راح نلحق عليها هذا الموسم، لان مفروض انك تكون تزرع في السبرينج اللي هو في الربيع، ان ما خاب ظني في الربيع وفي الصيف. في الخريف وفي الشتاء انسى، يجمعون ومرات ما يلحقون، يدخل عليهم الشتاء وما يلحقون، وتخرب بعض الفواكه اذا دخل عليك الشتاء ويصيرون ما يشلونها، تختفي كذا، فغبنا نص الاكل يروح عليك. شوف كيف الشغلات البنفسجيه هذه، الاشجار الجميله. عندي واحد قدرر وش تسوي؟ جاب لي شويه زنجبيل جنجر 7 الموسم الماضي، سنه كامله جايب لي 27 هوني، وشويه ورود ومشروم وايلد سيد، هذا السيد اللي راح نزرعه ان شاء الله. حاليا العوائل هذه عندهم حد 3 اطفال بس، هذا الرجال وحرمته، حرمته اكبر منه. المهم عندهم حد ان 3 اطفال بس الا لو اني انقلهم بعدين بيت اكبر، فتصير عائلة تقدر تجيب اعداد اكبر. فهذا البيت قرب يكون فل، وهذا البيت ناقص، وهذا قرب نفس الشيء، باقي واحد. وهنا المتزوجين الجدد ما راه وصل عمرها 5 سنين تقريبا، انها متعلمة تشايلد، لا يوم يوصل عمرها 10.
والتعليم اصلا طفيناه. اربع عمال صافيين بس الحين شغلتهم الشاغله اقولهم فضوا لي هالمنطقه. اوه في غلطه كبيره سويتها، غلطه كبيره سويتها. يوم تعطيهم امر ازاله في منطقه جديده خصوصا، تذكر عزيزي انك تحط لهم الستوك بايل قريب منهم، عشان كذا الوضع سيء في التجميع والجسر برضه بعيد. انا كنت اجربه بس طلع مضبوط صراحه. ستوك بايل خله بين الجزيرتين، اقول لهم بس فضوا هذا المكان عشان احط لكم ستوك بايل. بيجون الحين سريع سريع بيقول اوه فهم علينا من اول يا شيخ. يلا تعالوا شوف هذولهم الاربعه كلهم جايين شغالين ويروحون لما هناك الستوك بايل. طبعا حتى الستوك بايل اقدر اخليه بس لوجز اللي هو خشب، او بس مثلا ستون او ايرون، بس انا بخليه لكل شيء. ستوك بايل صغير كذا في هالمنطقه. والحين تعالوا كسروا هذا كله، شوف كيف الشغل بيصير سريع. يا حبيبي وين رايح انت؟ هذا يوم يحصل جذور ما جذور يوديها. طيب اوكي بحط لكم بارن بعد عشان جذور ما جذور هذه برضه تكون هنا. هذا الوقت المثالي اللي تدور فيه الميني ستورج، ابو 10 خشبات كذا يمشون فيه الورع. اعطاه اولويه على طول، بيحطون 10 خشبات سريع سريع الخشب جنبه. مفروض ان البلدر احط خلاص. الحين بيجي المهندس سريع سريع وبناه. في ثانية واحدة الحين ارجع وركر يا حلو. كذا ما في اي داعي انهم يرجعون الا لبيوتهم ياكلون بس. اي شيء يحصلون المفروض يحطونه هنا او هنا. هذه الشغلة الاولى. الشغلة الثانية اي حطوا الفلاسك او الفلاكس فيه. افكر ان هذه المنطقة تكون بيوت وهنا تكون مزارع، بيوت وستورج وكذا. فدائما يا عزيزي خل تفكيرك ان كل منطقة منعزلة من مصانعها ببيوتها. لا تقول والله هذا بيتي الرئيسي او مركز الرئيسي. كل منطقة بتحتاج انك يكون فيها نوعا من التكرار. احتياجاتهم كلها قريبة. شوف هذا الستورج الصغير وفر وقت كبير انهم يسوونه. صاروا خمس عمالة، هذا الرقم اللي عاجبني. دخل علينا الشتاء وهذا اخر شتاء من غير زراعة ان شاء الله. جربت جسور كثير بس هذا اشوفه من اجملها، راح تشوفونها ان شاء الله. شوف كيف شكله البدائي، ما ادري كيف كذا فتحتين فيه. يا سلام يا سلام. خلاص هذا المدخل الرئيسي يصير، اول ما يدخل يجي بوجهه اللي هو المخازن والستوك بايل، وبعدها هنا مفروض اني اسوي اول مزرعه. نجي على الفود وبعدها كروب فيلد. خلينا نشوف المساحة هذه كلها. اوكي هذا سطر ممتاز يوصل للنهاية، ممكن ابتدي فيه تقريبا لان فيه ضيق يجيك فجأة كذا. فعشان تأسس صح لابد انك تشوف المنطقة. يعني تقريبا 33 يصير العرض 10 10 10، خلينا نقول 15 في 10. اول مزرعة اترك خط صغير بينهم، 15 في 10 ان شاء الله تضبط الخطة اللي في بالي. طبعا كذا كذا شتاء ما راح يقدرون يزرعون حاليا. خلينا نشوف المصادر. ما شاء الله 250 خشب، 41 ستون، وما زال حصد الخشب في هذا المكان، لكن ما زالت امورنا طيبة فيه. الوود كثر، نسينا بنوظف واحد، الحين بنوظفه. الفايرود وش صار عليه؟ عندنا 400، والله شغال كويس هذا، بس مجرد ما اشغل هذا خلهم اثنين، واحد نفترضه للمصانع لانه راح يمسك هذا ويحوله الى فاير وود او فيورنس فيول. ونوظف واحد برضه هنا، وهذا برضه حداد واحد راح يمسك الفيول مع الايرون اوري هذا ويعطينا الايرون الطبيعي الساده نفس كذا. فبيشيل هذا 30 ويحول لك اياها الى 30. جميل الوضع كذا، الخشب قريب منهم. فالمرحله بتكون كالتالي، يقصونه من الاشجار الخشب، يجيبونه هنا، يدخل هنا يقصقصه صغير صغير، هذا يشله خشب صغير صغير يحوله الى نار، وبعدين النار هذه تستخدم في صهر الايرون تقريبا، ويطلع المعدن، معدن الايرون نفسه، من هذا الخام او المصدر الى ايرون وكاله طبيعي يعني جاهز للاستخدام او افضل، يعني ما هو ممكس في شوائب ممكن شيء زي كذا. فعلى طول جاب له 50 الذيبان وشغال عليها وجالس ينتج من الايرونات. حاليا سكاننا خلنا نقول 30، فبنقول له الليمت 60 او 100، والله 80 اشوفها طيب بحيث يقلب وركر. هذا قالب وركر بعد، فبيوقفون مع بعض. وهذا الفيورنس فيول 1000 كثير، نقول 500.
المزارع قربت تخلص ولكن فيها امور كثير لابد انها تزال. لا ما عجبني الوضع كذا، انتم بوقفكم فتره، اشتغلوا وركر زي قلبي. يلا قدامي خلصوا الشغل. زارع متخلص، نزرع اول زراعه. عندنا بطاط وبلاك بيري، بزرع بطاط. البيك اب هذا وش يسوي؟ البيك اب راح اطفيه. لو كان شغال المزارع نفسه راح يزرع ويحصد ويودي المزرعه، انا ما ودي اشغله، خلي الوركرز هم اللي يشتغلون. الفارمر يركز في الزرع، ما يفكر في موضوع النقل. اوه هذا كان مفروض اني اوظف واحد تريدر. يلا الحين وظفنا واحد، نسيته والله. الماركت راح اطفيه، كل واحد يدبر نفسه يروح المخازن. في حد توفى، اول وفاه عندنا مارا ذا ليبر ويك هارت. اوه الامراض، مارا بنت الهنتر، عائله الهنتر، اول مولوده تقريبا عندنا. اي والله مارا كانت صح. نعزي، ما بدانا نبارك لهم هذا الا ونعزيهم. بسبب ايش؟ ويك هارت، قلبها ضعيف. انا عارف وش البلاء. البلاء يا شباب مش الهوسبيتال، في شيء قبل الهوسبيتال اللي هو يجيب لهم اعشاب، ما اعشاب يتعافون فيها. هذا هو هيربلس تقريبا، هذا مهم جدا. خله هنا جنب الطلاب، يشمل بيوت الفشمان. هذا راح يزين صحتهم ان شاء الله. ممكن نحط لنا هوسبيتال، بس المشكله الوظائف. شوف صار 3.5 الافريج. هذا ودي احط عليه 1، بس ان شاء الله الواحد هذا اللي بيجي يشتغل فارمر انه يكون متعلم. educated no. طيب وشلون اغير جيلينوكس؟ خله يبعد شويه يمكن يتصرف. اوكي ما في الا جيلينوكس. جيلينوكس انت بشغلك في شغله ثانيه، خلينا نسرع الوقت شوي، خله يمكن يبعد. طيب برضو جيلينوكس، لا حول ولا قوه الا بالله. علينا، عندي 6 عماله بس بنقص 2 هنا في توتال. مثل ما قلت لكم في المدينه 2، لكن بيصير في هذه المنطقه 1 واحد من واحد، وهنا مفروض 1 من 1. بنطفي البيك اب، بنشوف بلاك بيري من اول واحد يجي. هذا جاء المتعلم، جاء سريع. اوه هذه حرمه متعلمه، كيف تغيروا؟ في واحد كان ناشب لي غير متعلم. اوكي الحمد لله 2 هم متعلمين، بلاك بيري وبوتيتو. نضبط الشوارع حول مزارعنا الجميلة، يكون الشكل رهيب. مع المزرعة الثالثة نزيد مزارع واحد، لا هذا مو مزارع واحد، هذا بناي. المهم استعجلوا لي فيها، دبروا نفسكم. ونخليه هنا عشان لا ننساه، يتمشى معانا. الوركشوب وش فيه واقف؟ شو مشكل؟ صديق اشتغل. نو سيتيزن، كيف نو سيتيزن؟ اقول اشتغل، عندك ايرون كافي. مزرعتنا الثالثة خلصت، نمسكها واحد من الحلوين وبوتيتو بعد. شوف هذا نهاية الصيف والردي، نص البطاط هنا مخلص ونص ذا مخلص. يا سلام على النبتة اللي في هذا المكان، لا احد ينزلها هذه الحمرة، هذا لا احد يطيرهم. شوف الحين بدأ علينا فصل الخريف، والعمال جايين يساعدون. الثلاث عمال اللي موجودين هنا زائدا، ما في زائدا، كلهم شغالين هناك، ما حد بيوصل لمت حقه. فمدانا انه مثل ما تشوفون قبل لا يدخل الشتاء انه يجمعون او يحصدون كل اللي زرعوه. غريبة الشوارع هذه، والله انا حطيت شوارع عادية يا رب، ما ادري ليش حطيت ورود في الوسط، شيء جميل بسبب المود يمكن. وين الشجرة هذيك الحمراء اللي كانت؟ اوه لاحظتوا يا شباب، والله اشكرك يا راعي المود، اشكركم المطورين على هذه التحفة الفنية. هذا في الخريف تطيح اوراق الاشجار ويتغير لونها في نو كومنت. البيت الاخير هذا لسه، قبل الاخير انتقل فيه واحد جاد عمره 30 يدور على بنت الحلال. غريب انه ما حصل له اي من البنات، واصل عمرها هذه 2 سنين وهذه متزوجة 33. هذا طبعا الزوج وزوجته اول 2. طيب الحلوين هذا لا، اهل السمك ما عندهم بنت. اوه هذه بنت عمرها 10، رينا. اوه يا رينا حق الدرينج هذه، صدقوني بتنتقل بعد شوي. صيادة بعد، صيادة جاية بالسمك بتروح إلى فرش. ايرون از لو، اوكي حان وقت الايش يا شباب؟ حان وقت تشغيل المصانع حق الايرون. نحط واحد هنا وواحد هنا. شوف داخل عليهم الشتاء وما عندهم جاكيتات، او جاكيتاتهم لسه لابسينها الظاهر، ما حد قال لي جاكيت. سوي نفسي ما اعرف، اعمل نفسك ميت.
هذه كانت تطويراتنا اليوم سرفايف للسنة الجديدة. كم عدد السنين الحين؟ صرنا عايشين 4 سنين. والله ما أدري يا الربع، بس إني مش مطمن بموضوع الأكل، رغم إني منوع في المصادر وهذا، بس ها لك عليه الأكل. يعني لو نشوف هذه السنة إنتاجنا قراب 3000 واستخدامنا 3000، يعني فرق 100 صافينا من الأكل. ما أدري، اكتبوا لي في الكومنت وش رأيكم، وننهي هذه الحلقة على الشتاء الجميل هذا، ونشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.